ونقولوا مرحبا بكم في الجزء الثاني مع مريم وشادية. شكون اكثر واحد؟ اول سؤال، شكون هي البكايه؟ البكايه راهي غنطيق. ما سمعتش كي دابا؟ بسم الله. شكون حكاره؟ هي شحال شكون يبركيكا؟ طير راسك. هاد السؤال هذا بغينا نعرفوا شكون اللي وكاله. وكاله انا والله ما كناكل، ما طيب لي حكم عليا. شوف ويلي والله ما كناكل انا، والله ما نهبط ما كناكلش انا. طيب ما كنتش غديت معاكم اليوم صراحه. انت شكون اللي كيدير الفرماج في الخبز؟ انا. شكون اللي رومانسيه؟ رومانسيه ماشي. شكون اللي عنيفه؟ عنيفه فيه. شوفوا خليكم توم اللي عليه ما تصنع عارفه راسها صافي. صراحه كنت نعند فيها بزاف. شكون ما كترضاش؟ هبط راسك مريم. علاش خليتيها؟ علاش خليتيها؟ علاش حطيتيها؟ وحيد لا ما نبقاش شكون اللي حط يدي. شكون اللي فيها الفهامات؟ علاش الفهامات؟ ايش فيه يا مريم؟ شكون فيها التقابيع؟ صافي صافي. شنو هذا؟ شنو هذا؟ مناضخ. شكون اللي كتبقى تقطع لواحد وهو كيهضر بزاف؟ واش الفيديو عبارة عن مريم؟ شكون هي العوامة؟ لا لا.